لم تم قصف هذه البناء. وتدرك أن عناصر الاستفزاز ما زالت قائمة، وأبرزها مسيرة الأعلام التي أعطتها الحكومة اليمنية الضوء الأخضر وسمحت لها بالمرور من الحي الإسلامي بالقدس. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. أحداث العالم تتغير، تحالفات جديدة بقوالب جديدة تزيح تحالفات قديمة، واقتصاديات تحل محلها تحالفات اقتصادية، ومعاد العالم تحت هيمنة القطب الواحد. أمريكا يبدو أن لعنة الجرائم التي ارتكبتها في العراق وأفغانستان والعديد من بقاع الأرض خيمت على أوضاعها الداخلية والخارجية، فما أن تستفيق من صدمة التحالف الذي ينافس دورها وهيمنتها حتى تصحو على الانهيارات المتتالية في بنوكها والخطر الاقتصادي الذي يقض مضاجع قيادتها إذا ما نفذت الصين وروسيا خطتها لبيع النفط والغاز بغير الدولار. وإسرائيل حليفة الولايات المتحدة القوية ضعيفة اليوم، بل في أضعف حالاتها. الحكومة اليمنية المتطرفة جاءت كخيار الناخب الإسرائيلي، وشكلت قناعاته بدمويتها وجرائمها التي تجري يوميا في الأراضي الفلسطينية، وهي ذاتها التي ستحرق الكيان. إسرائيل تفشل وفشلت الدولة الاستخباراتية وأجهزتها الأمنية الإعلامية في اختلاق أكاذيب ومسرحيات هزيلة ترهب فيها المستوطنين المعتصمين يوميا بعشرات الآلاف وسط تل الربيع. إسرائيل الهزيلة تمتد فيها الإضرابات وتتوسع الاحتجاجات، كانت قد أغلقت حدودها البرية مع الأردن وأغلقت مطاراتها وألغت جميع رحلاتها الجوية، والتحقت البلديات والنقابات وكبرى البنوك والمطاعم وسلطة البريد بالإضرابات. إسرائيل القوية كانت ذليلة وهي تحرص على نجاح قمة العقبة الأمنية مع الفلسطينيين بوساطة عربية من أجل ضمان الوضع الأمني خلال شهر رمضان الماضي، وعاد الكيان المحتل كشرطي يحرس قمة شرم الشيخ الأمنية أيضا كونه الأحوج إليها لتجنب أي تصعيد في الضفة والقدس، وحصد حبرا على ورق. إسرائيل القوية بالأمس بدت هزيلة في رمضان الماضي وهي تفاوض الأسرى الفلسطينيين في سجونها الذين أعلنوا نيتهم الإضراب عن الطعام مطلع شهر رمضان الماضي، ووافقت على جميع مطالبهم بما فيها إلغاء قرارات الإرهابي بن جبير المتعلقة بالتضييق عليهم تحسبا من انتفاضة أسرى. إسرائيل المهزومة تتخوف فيها المؤسسة الدينية من أن يكون ما يجري من أحداث داخلية هو بداية الخراب الثالث. اليمين المتطرف لدى الاحتلال هدد أتباعه بالنزول للشارع وخوض مظاهرات مضادة للمظاهرات المعارضة، لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الشرعية، مما فرض على الدوائر السياسية والأمنية في الكيان المحتل الإعلان عن تخوفه من حرب أهلية وانقسام طائفي بدأت ملامحه تظهر على الأرض بين اليهود الشرقيين الذين يعاملون كآخر الأنخاب واليهود الغربيين، ونهاية الكيان المحتل بالخراب الثالث قبل أن يتمم عامه المائة. الاحتلال يعترف والإعلام العبري ينشر بأن الدخول إلى نابلس وجنين من أجل اعتقال طفل أصبح مثل الدخول في حقل ألغام، لا نستطيع الدخول بسهولة والخروج صعب جدا، وإطلاق النار مستمر في كل الجهات، عبوات ناسفة وقنابل من كل حدب وصوب، وفي كل اقتحام هناك إصابات بين قواتنا وعدد المسلحين يزداد في كل اقتحام. نابلس أصبحت ملجأ لكل المخربين على حد القول. زعيم الحكومة المتطرف الصهيوني نتنياهو في وضع لا يحسد عليه، حيث حصر نفسه بين خيارين
وفرض على نفسه اختيار الأصعب، وهو وقف العمل بتعديل القانون القضائي الذي أعلنها بعزيمة المهزوم، وعرض نفسه للسجن في قضايا الفساد التي تورط بها، وعرض ائتلاف كيانه للانهيار. إسرائيل بحالة شلل، وما يجري فيها تجاوز أحداث الربيع العربي. فالمؤسسة النقابية والمعارضة مدركين بأن تنازل نتنياهو عن التعديلات القضائية تكتيكي، ولذلك لم يعد المعتصمين لمنازلهم، ويدركون بأن خطوة تأسيس الحرس الوطني الذي يركض عليه اليمين المتطرف تهدف لوضع سلطة تنفيذ القانون بيد نتنياهو ليستهدف كل معارض له، وليس بهدف النيل من المقاومين الفلسطينيين. نتنياهو على يمينه يمين متطرف سبق أن تورط باغتيال إسحاق رابين، لن يسمح بأن ترفع عنه الحصانة ويدعو بالسجن. ونتنياهو كما صورته التنبؤات الإسرائيلية سيحرق كيانه ويبقي عليه لتحصين نفسه بالقوانين. قضية النائب الأردني عماد العدوان نزلت كالصعقة على رأس نتنياهو، وشكلت استجابته للضغوط التي مورست عليه للإفراج عن النائب العدوان مجانا دون مقايضة بثمن سياسي سببا لنسف آخر الجدران التي تحصنت خلفها حكومة الاحتلال، وعززت الأزمة التي توحدت عليها المعارضة واليمين المتطرف معا لمهاجمة الحكومة. وبحسب توقعات المراقبين والخبراء بالشأن الإسرائيلي، كان لابد للحكومة الاحتلالية من تصدير هذه الأزمة، وتوجهت الأنظار وشهية اليمين المتطرف إلى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والبدء بالاستفزاز من خلال العودة لسياسة الاغتيالات واستهداف قيادات المقاومة كطوق نجاة يجمد من خلالها اعتصامات المضربين، وأقدم على مغامرة يطفئ خلالها احتجاجات المستوطنين ويرمم صورة حكومته، لكن النتيجة جاءت كرياح بعكس شهوة سفنه. هذا العدوان كانت فيه حركة الجهاد الإسلامي تتمسك في كل بياناتها بأنها تخوض معركة الدفاع من الغرف المشتركة، أي بمشاركة جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، لكن الواقع كانت حرب الجهاد الإسلامي وحدها، وساهمت بها بعض الفصائل وجهات دعم من خارج الأراضي الفلسطينية بحربها السيبرانية التي عملت على اختراق وتهكير أنظمة القبة الحديدية مثل مجموعة أنو نيمو السودان، وأفشلتها قدرتها على التصدي للهجمات الصاروخية التي وصلت ضرباتها إلى تل الربيع والقدس. وكبد الاحتلال خسارة قدرت بنحو 912 مليون دولار كل 72 ساعة ككلفة لطلعات الطائرات وثمن صواريخ الباتريوت وثمن الوقود التي تزود به الآليات وثمن الذخيرة التي تستهلك، إضافة لتعطل الحركة التجارية وهبوط البورصة وتوقف المؤسسات وأعمال البناء ونفوق الدواجن في المزارع بعشرات ملايين الدولارات وتعطل مطارات وخطوط قطار وثمن إطعام الهاربين إلى الملاجئ، إضافة إلى تدمير المباني والمحال التجارية والسيارات والمصانع. فشلت الدوائر الأمنية لدى الاحتلال بالتكتم على الخسائر البشرية والأهداف التي حققتها المقاومة ودقة بعض الإصابات التي أوجعت المحتلين. رغم ادعاء حكومة نتنياهو بأنها لا ترغب بوقف إطلاق النار، إلا أنها كانت بأمس الحاجة لوقفها بأسرع وقت ممكن، وواظبت على الدفع بالوسطاء من تحت الطاولة للتحرك لوقف إطلاق النار. الاحتلال قائم على ثلاث عوامل هي الاقتصاد والسياحة والأمن. إذا ما توفرت هذه العناصر مجتمعة، لا يستطيع المستوطن البقاء على أرض لا تربطه بها أي صلة، وهذه العناصر أصبح الاحتلال يفتقر لها جميعها. هذه الجولة من الحرب تدخل الوسطاء ووقف فيها إطلاق النار برضوخ الاحتلال لشروط المقاومة،
وبالتراجع عن سياسة الاغتيالات واستهداف المدنيين، لكن المقاومة تدرك تماما بأن الموافقة على شروطها لوقف إطلاق النار تكتيكي، وأن هذه الهدنة هشة جدا، وتدرك أن عناصر الاستفزاز ما زالت قائمة، وأبرزها مسيرة الأعلام التي أعطتها الحكومة اليمنية الضوء الأخضر وسمحت لها بالمرور من الحي الإسلامي بالقدس. الاحتلال ما زال يسعى لترميم صورته في عيون مستوطنيه بعد سلسلة إسقاطاته، ولا يستطيع التراجع عن موافقته لمسيرة الإعلام التي منحها الموافقة في 18 من شهر أيار الحالي في القدس، والتي باتت فتيل الحرب المهيئة للاشتعال. الترقب سيد الموقف، وموعد المسيرة يقترب، وكل الأطراف يدها على الزناد وتنتظر. كنت معكم محمد أبو أعمر من منصة بالعربي.